زوجات لاعبي النادي الأهلي، منهم اللي وشها وش خير على الأهلي ومنهم اللي حضورها ما كانش ليه تأثير، بس مين فيهم هي الأجمل وتأثير كل واحدة فيهم على لاعبي النادي الأهلي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. ورا كل رجل عظيم امرأة، مقولة كل يوم بيتثبت صدقها في ملاعب كرة القدم العربية والأوروبية، بس المرة دي هيكون كلامنا عن نجوم كرة القدم العرب وبالتحديد النادي الأهلي، زوجات اللعيبة اللي أكيد ليهم فضل عليهم وظهورهم بشكل لافت للنظر بالشكل الكبير ده. البداية هتكون مع زوجة الكابتن حسين الشحات، ودي لها حكايات كتير مع كابتن حسين، بس لصغر الوقت هقولكم اللي مهم جدا انكم تعرفوه. الأستاذة إسراء عادل زوجة حسين الشحات هي صاحبة الفضل الأول والأخير لي مع النادي الأهلي. لمن لا يعلم، فزوجة حسين الشحات كانت صاحبة الجزء الأكبر من قرار حسين الشحات اللعب للنادي الأهلي المصري، هي اللي حببته أكتر للنادي الأهلي وهي اللي في الآخر سمع كلامها. الزوجة التانية من زوجات لاعب الأهلي اللي هنتكلم عنها هي زوجة لاعب كرة القدم اللي عامل شغل قوي في الملاعب الفترة اللي فاتت مع الأهلي والعين عليه جديدة، زوجة النجم إمام عاشور. لمن لا يعلم برضه، فزوجة إمام عاشور تعتبر وش الخير والسعادة عليه من الملاعب إمام، ومن ما هي كانت راضية عنه كان إمام بيظهر بشكل جيد. إمام لعب قبل كده لنادي الزمالك، وفي المباريات اللي كانت بتبقى راضية عليه كان إمام بيظهر بشكل جيد جدا. وفي حاجة تانية مهمة جدا، مهم جدا تعرفوا ان زوجة امام عاشور في الاصل زملكاوية، هي زملكاوية قلبا وقالبا، وعلى الرغم من كده لما جت لامام عاشور فرصة للانتقال للنادي الاهلي، النادي اللي مفترض انه النادي المنافس لنادي الزمالك، قررت هي مصلحة امام عاشور واستولت مصلحة زوجها على انتمائها الكروي، وقررت مع امام عاشور ان فرصة انتقاله للنادي الاهلي هي الافضل. مع الاهلي عنده القدرة ان يكسب بطولات اكتر ويكون في وقت من الأوقات هو قائد لاعبي النادي الأهلي. إمام لاعب لسه صغير في السن وقدامه كتير جدا لسه مع النادي الأهلي. نيجي بقى لتالت واحدة هنتكلم عنها في الفيديو ده، وهي الأستاذة نيرمين محمد زوجة محمد مجدي أفشة، ودي من البداية كده هي حريفة كورة، بتفهم في الكورة زي ما بتفهم في الطبيخ كده، عندها وجهة نظر عن الفريق المنافس لزوجها دايما، وعندها القدرة كمان انها تخمن ان كان ممكن يسجل هدف ولا لأ في المباراة، ده طبعا بناء على مجهوده خلال التدريبات. زوجة أفشة من بلده، من قرية كامبرا التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة، ومن وقت خطوبتهم على بعض وهو دايما على التواصل معاها بعد كل مباراة، مفيش مباراة بتعدي غير لما بيكلمها، وكانت أهم مكالمة بينهم بعد انتهاء مباراة نهائي القرن مع الزمالك واللي فيها أحرز هدف الفوز على نادي الزمالك. في النهاية بقى، ومن وجهة نظركم، من هي أجمل زوجة للاعبي الأهلي في اللي عرضناهم؟